بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن عبد الله، ما الدور الذي قمتم به في هذه المشاركة؟ حياك الله. حقيقة كان عندنا دور رسمي بمشاركة بمساعدة هذا الفريق، فريق إمام. جميل. حيث وضعنا معرض عن طريق الهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة. ممتاز. بالتعاون مع وزارة التجارة وصناعة العمال، معرض للمغامرات ورواد الأعمال. ما شاء الله. أصحاب المنتجات المنزلية والمنتجات المختلفة. جميل. حيث حقق إضافة لهذه الفعالية. كما كنا أيضا مساندين في الميدان للشباب المشاركين، متابعة بعض المشاركين من الفرق المختلفة في مختلف مراحل السباق، تشجيعا لهذه الفئة وهؤلاء الشباب المشاركين حقيقة في هذا السباق، والذي حقق تقدم سنة بعد سنة ما شاء الله، نجاحات في إدارة عمانية 100%. ما هو شعورك بعد هذا النجاح الذي حققه هذا البرنامج؟ حقيقة وجدنا أن الشباب قادر على إدارة مثل هذه الفعاليات، وحقق هذا يعني هذه الفعالية حققت العديد من الأهداف، منها جذب الشباب إلى مثل هذه الفعاليات وهذه الرياضات بتحفيزهم هذه التنظيم المميز حقيقة، والذي أيضا تم تغطيته إعلاميا بشكل كبير. أيضا الفئات المختلفة اللي هي شاركت، يعني كان حافز حتى لكبار السن المشاركة، كما أنه حقق أيضا يعني هدف سياحي بالترويج عن هذه المحافظة، ترويج عن نيابتي بركة الموز والجبل الأخضر بما فيهما من معالم سياحية مميزة. وجود الإعلاميين في هذا اليوم يعني أدى إلى نشر هذه الفعالية ونشر نشر المعلومات أو الحدث عالميا عربيا وعالميا ومحليا. رسالة تحب أن تقدمها من خلال هذا البرنامج وهذه الرياضة؟ حقيقة أدعو الجميع لدعم مثل هذه الفعاليات، خاصة أنها نظمت من قبل الشباب الرومانيين وأثبتوا نجاح. أوجه التحية أيضا لهم خاصة هنا، وأيضا أوجه دعوة للشباب الذين لم يشاركوا في هذه الفعالية المشاركة في الفعاليات القادمة، كونهم هناك قدرات وهناك إمكانيات كبيرة، نأمل أن نراها خلال الأحداث القادمة. من جزاك الله خير سعيد معك في هذا اللقاء. بارك الله في هذا الكابتن يعقوب أيضا معنا. تعال كابتن يعقوب، سعدنا لقاءك. ما تطول، ما تكون دقيقة بس.